الحاجات اللي غادي تكون قويه امام منتخبات كبيره. الحمد لله ما بقاش لي اسئله كثير. كنشوفوا ان كاين انسجام كبير بين اللاعبين بعد مده طويله ديال الشغل رفقه الاطار وطار الساعه العموته. الحمد لله كنضرب اننا غادي في المسار الصحيح. غادي نحاولوا نصحوا الاخطاء ديالنا من خلال هذه المقابله باش نزيدوا نطوروا من المستوى ديالنا ونكونوا ونضربوا واحد الوجه اللي هو مشارك في البطوله العربيه ان شاء الله. اختبار ودي ناجح لرجال حسين عموته امام غامبيا استعدادا للمسابقه العربيه بانتظار ان يؤكدوا جاهزيتهما خلال وديتي جنوب السودان وسيراليون يومي السبت والثلاثاء المقبلين.